دعا قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلانغن المواطنين إلى إعطاء الأولوية للوقائع وليس للمشاعر، مؤكداً أن الانتخابات ستجري ليتم تسليم السلطة للحزب الفائز في البلاد. وأضاف في أول خطاب له منذ الانقلاب العسكري أن المجلس العسكري يختلف عن الحكومات العسكرية السابقة وأنه تم اختيار الوزراء المناسبين، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية ستبقى دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار. وأكد أن هناك مخالفات في انتخابات العام الماضي تم تجاهلها، وقبلت وعود قائد الجيش بالاستهزاء حيث كرر اتهامات بلا دليل حول تزوير الانتخابات وهو الأمر الذي استخدمه لتبرير الانقلاب. ويجري هذا في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بالانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية.